لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والشفاعة المرتجاة. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين. ثم أما بعد، طبعا في البداية أنا بعتذر عن التأخير الخارج عن إرادتي، الكهرباء لسه واصلة حالا، الله المستعان. طبعا النهاردة إن شاء الله النهاردة يوم تكريم المتميزين في دورة كيف تحفظ القرآن بطريقة تنموية زي ما وعدتكم في بداية الدورة. طبعا في البداية يعني احنا بدأنا الدورة من يوم 1 سبتمبر، رحلتنا كانت مليانة بالأحلام والأمال المغلفة بحب لكتاب الله ورغبة عارمة لحفظه. اتعلمت معاكم الكتير والكتير، اتعرفت على ناس يعني قمة في الأخلاق الراقية والمثابرة، لقيت من ناس كتير التزام وحماس وحضور. لما جه وقت تسليم المشاريع لقيت ناس فعلا تألقت وأبدعت وأبهرتني وأدخلت السرور على قلبي. كانت المشاريع مشاريع متميزة من كل النواحي، الأسلوب، طريقة العرض، روح العزيمة والهمة المنبعثة منها. يعني كان في أخت كان صوتها تعبان، يعني هي كانت مريضة فكان صوتها تعبان، فبعتت لي تسجيل الصوت يعني مش قادرة أميز منه كلمة، فأنا قلت لها طب يعني اعذريني سامحيني، يعني أنا مش عارفة أميز كلمة من التسجيل، فقلت لها يعني يا ريت تعيد التسجيل. فقالت لي والله أنا تعبانة ومش قادرة يعني صوتي يطلع وبرهق لما بتكلم. قلت لها طب حاولي يعني خدي مثلا حاجات يعني عشان الزور وكده وبالراحة، يعني اقرأي حتى بالراحة، يعني مش لازم ان انت تقرأيه كله متتابع. وفعلا يعني بعتت، يعني انا صراحة يعني بشكرها بشدة على إصرارها وحماسها ومصابرتها ان هي تسلم المشروع بالرغم ان هي كانت مريضة. يكفيني فخر كم الوقت والجهد اللي ظهر فعلا بمجرد النظر في المشاريع. في ناس حتى لما حلت واجب الدرس الأخير كانت الحلول بتاعتها متميزة ومليانة إنجازات. النهاردة أنا بشكركم على حضوركم واجتهادكم، بشكركم على التقدير اللي انتوا أعطيتوني خلال الدورة وكنت لا أستحق ربعه. ممتنة لكل جهد وكل نصيحة وكل نقد وكل إنجاز. أسأل الرحمن أن يوفقنا وإياكم ويسعدنا وإياكم ويرزقنا وإياكم الجنان ويعيننا جميعا على حفظ كتاب الله على الوجه الذي يرضيك. النهاردة هنكرم 7 من المشاركات في الدورة، طبعا اللي هم التزموا بالشروط الخاصة والمشروع بتطلبات الدورة في الوقت المحدد وسلموها في الوقت المحدد، التزموا بحل الواجبات 7 دروس اللي احنا عرضناهم او اللي احنا اخدناهم خلال المحاضرات اللي فاتت، قدموا المشروع. النهاردة بنزف تخرجهم بالفرح والسرور، بنزفهم فرحا وافتخارا، ونسأل الله لهم رقيا مستمرا وازدهارا ونجاحا في الدورين. المتخرجات من الدورة والمتميزات في الدورة
هما بالترتيب أختنا حنان، أيوة حنان عكي. أنا يعني أخدت الاسم زي ما هو على الفيس، يعني ما أخدتش الأسماء الحقيقية. نور الإسلام قادم، إشراقة شمس، لبيك إسلامي، فوزية محمود رزق، رقية علي، سمر عامر، دول السبعة اللي احنا كان لازم نكرمهم النهاردة، انهم التزموا بمتطلبات الدورة زي ما احنا طلبنا. يعني جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، ألف ألف مبروك، ربنا يوفقكم لحفظ كتاب الله ويرزقكم بركة القرآن ويرفع به قدركم في الدنيا والآخرة، وأن يعلمنا جميعا منه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا ويرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. طبعا بشكر كل المشاركين في الدورة، سواء التحقوا من أول يوم في الدورة أو في آخر يوم، واجب إن أنا أشكرهم. وبشكر الناس اللي هي حاولت إن هي تقدم المشروع لكن الظروف لم تسعفها، أسأل الله أن يحقق لجميع المشاركين والمشاركات أمانيهم وأمالهم، أن يغدق عليهم بالخير والتوفيق والسعادة، ويرزقهم سؤلهم عاجلا غير آجلا، ويعطيهم حتى يرضيهم من كل خير. فأرجو منكم جميعا أن أنتم تتابعوا المسير في الحفظ والمراجعة بهمة ونشاط لتحقيق مشروع الحياة، مشروع تخرجنا من الدنيا وهو حفظ القرآن الكريم. واجب عليا النهاردة بما إن احنا في حفل التكريم، إن أنا هعرض عليكم مشاريع الأخوات اللي هم قدموها. مشروع الأخت سمر والأخت حنان، هنبدأ الأول بسمر. كانت هي مختارة وجهين في سورة مريم، أول وجهين في سورة مريم، دي الأفكار اللي هي استخلصتها من الوجهين. بعد كده دي المخطط اللي احنا كنا طالبينه، المعاني الكلمات الصعبة اللي كانت واردة في الوجهين. بالنسبة للأخت حنان، كانت هي مختارة وجهين من سورة البقرة، من الآية 219 الآية 232، ده التخطيط والتنسيق اللي هي بعتته لي. دي الأفكار، ده مخطط لأهم الأفكار اللي كانت موجودة في الوجهين. جزاه الله خيرا. مشروع أختنا نور الإسلام قادم، هي كانت واخدة أول وجهين في سورة البقرة، والظريف إن هي كانت أول مرة تستخدم الباوربوينت وكانت مرعوبة، فأنا بقول لها ما شاء الله، يعني إذا كان دي أول مرة تستخدمي فيها الباوربوينت، ولو كنت اتعلمتي الباوربوينت كنت حصل ايه بقى؟ يعني ما شاء الله، يعني حاجة متميزة. دي الأفكار هي كتبتها بطريقة فيها يعني شوية من الإيضاح. ومعاني أصعب 3 كلمات،
يعني ده المشروع بتاعها، يعني جزاك الله خيرا. مشروع الأخت رقية هي برضو كانت مختارة أول وجهين في صورة الكهف، ده كان المخطط بتاعها. هي قسمت الآيات وكل آية كانت بتتكلم عن فكرة معينة هي شرحتها. بالنسبة لمشروع الأخت فوزية، هي بعتتها لي في عبارة عن صورة، كانت واخدة صورة قاف، أول وجهين في صورة قاف، ده تنسيقها بالنسبة للأفكار واللغويات ومعاني الكلمة أو التعاني. 3 كلمات صعبين أو غير واضحين في الوجهين. مشروع أختنا إشراقة شمس اللي هي أم يحيى، صح كده؟ هي اختارت آخر وجهين في سورة المائدة، الأفكار يعني كتبتها لي معاني الكلمات. مشروع الأخت لبيك إسلامي بعتت لي معاني الكلمات هنا. بعد كده في اللي هي كانت مختارة وجهين في سورة مريم، برضو أول وجهين في سورة مريم، دي الأفكار اللي هي طلعتها ودي معاني الكلمات. دي حفلتنا النهاردة، يعني حفلة متواضعة، يعني طبعا لا تليق بناس مثابرة وهمها وحلمها حفظ القرآن، يعني ده أبسط شيء احنا بنقدمه النهاردة. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقكم جميعا لحفظ كتابه والعمل به على الوجه الذي يرضيه. يعني حبيت ان احنا اخر حاجة نختم بيها دورتنا هي تكون التكريم، وخير ما نختم به التكريم هو آيات من القرآن الكريم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ختاما يعني سعدت بيكم جدا، وعلشان تكمل يعني سعادتنا وتتفكروني بالخير ههديكم 3 هدايا. أول هدية رابط موقع تي في قرآن، ممكن نحمل منه المصحف كامل. الهدية الثانية هي برنامج المحفظ، ممكن نستعين بيه في الحفظ. الهدية الثالثة موقع الميسر لمعرفة معاني الكلمات الصعبة في القرآن، يعني أي كلمة في القرآن ممكن ندخلها وهو بيجيب معناها. نختم جلستنا اليوم بالدعاء. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد والشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي نقول. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما يسرت من صيام وقيام وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك إلى جناتك جنات النعيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أيدته سلطانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، ظاهر البرهان محكم البيان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا
اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان، ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن فزج فيه قفاه في النار. يا واحد يا قهار، اللهم وفقنا يا رب يا رب لحفظ كتابك ولما تحب وترضى. اللهم انقلنا من بالقرآن من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الذل إلى العز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلنا بالقرآن من أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، ولا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين وعند ختمه من الفائزين. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا جميعا، نسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير وفيما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.